سما. كنت لازم تعرفنا بروحك. تعرف مع عاشور ancien président تاع جيت توا ممبر اي ممبر فونداتور تاع جيت زيد توا جوست ان ممبر في لاسوسياسيون لي هيبي فايتنج جيمنج ان بارتيكولير. داكور اليوم اللي نكتلع في الستريت فايتر ديجا معناتها عديت دي تري بون راوند وطياره معناتها شفتك تتفرج طياره على الاخر. كان تنجم تحكي لنا شويه على الاكسبيريونس تاعك وشنو هي رايك معناتها في النيفو تاع تونس؟ بون الاكسبيريونس تاعي في ستريت فايتر نلعب فيها من اللي خرجت سيتادير كو اول مره لعبت ستريت فايتر 91 سور موندر 4 و ديبوي سي ان جو اوكيل ليترالمون شي تومبي امورو معناتها الجو دو كومبا ابخي نلعب كان ستريت فايتر هكا هو بريسك. Je l'ai appris Fighter 2, 3, Alpha, 4, Tawa 5. Alors le niveau, il y a de très bons joueurs. En tout cas, il y a de bons joueurs. Khilmani Bach, on a qu'une chauffe déjà ressorte. J'ai déjà battu le loser bracket. C'est vrai que j'ai pas assez de temps de m'entraîner, etc. Mais quand même, il y a... Anna, à Tawa Fitoun, on a 4, 5, peut-être 6 très bons joueurs. Dimahom a fait le top 8, voire fait le top 4, fait l'akhir. C'est toujours les mêmes. و دونك لو نيفو قاعد يطلع صدق كو من عمناو كي بدينا نيفو كان حاجه تاع طلع شويه بارابور نيفو انت انا سنه مزنا بعد برشا من برشا حتى مع الجيريو والمغاربه مزنا بعد مي سا افونس هاكا اون ايسي دو فير دي تورنوا ريغولي جوستمون بور اميليوري النيفو. معكم محمد امين حجام من الالكتريك تونيزيان ليجند. حبينا نسالوك اليوم بيسكو انت بارتيسيبون واحد من لي بارتيسيبون في ليفينمون هذايا حبينا نسالوك على الاكسبيريونس تاعك قداش عندك تلعب وشنو هي رايك في ليفينمون تاع اليوم؟ نشرفوا ديجا اسمي عزيز بسودو نتاعي تاز. قداش عندي نلعب جو كومبا جيغي ملي انا صغير مي سيريوزمون في اخر ستريت فايتر كات وليت نلعب ونتقابلوا معناها في لي سيسيون وكل شيء و لي تورنوا دونك لي تورنوا بريسك الكل في تونس لعبت فيهم. شنو هي رايك في التورنوا تاع اليوم؟ بون لومبيونس كونفيفيال لي جوار الكل بريسك الكل جاي وفما مانكش تاع دو تخوا جوار سينون سا فا سا سي ديرول بيان بور لانستون مازال ما كملش التورنوا. بارابور للليفينمون تاع البنزاي في معناتها في التورنوا تاع البنزاي شنو رايك مقارنه بالليفينمون تاع اليوم؟ البنزاي معناتها ما حضرتش في التورنوا تاع البنزاي؟ لا داكور داكور والليفينمون اللي قبله شكون حضرت في الليفينمون؟ اللي قبله اللي هو ماو تونيزيان جاذرينج فايترز ولا حاجه هكا ليديسيون الاولى ان توكا اي جيت و جي في اون ثروزيام بلاس. داكور ومقارنه باليوم شنو هي خير النيفو كيفاش تحسن طاح؟ ديجا كوتي برودكسيون قاعدين نشوف برشا كاميراوات دونك ليفينمون فما كوفرتور ميدياتيك جيسبيغ باش تحط سور انترنت ولا حاجه معناها و بارابور للنيفو النيفو معناها لي 3 4 جوار معناها اللي في الباهين جي ومي فما جو بونس اللي فما زوج ثلاثة ناقصين معناها نقصد في النيفو ريبريزونتابل مع المرة اللي فاتت ولا خير ولا أحسن ولا أخيب معناتها؟ ما جو ديغي كيف باغي داكوغ جو كخوا قاعد تتفرج في النيفو لبرا معناتها تو سكي مقارنة لنيفو لبرا كيفاش ترى تونس معناتها في النيفو؟ بعيد معناتها تقول انت كي واحد تونسي يخرج لبرا ما يلقاش روحه مع في لي جو فيديو ستريت فايتر ايتترا فما بوكو دو معناها فاكتور اللي يخليو عبد ينجم يكومبي معناها ستريت فايتر 5 سي ان جو فاسيل معناها تنجم تكون فما ريبريزونطاسيون معناها كو سوا تونسي ولا حتى نغابر معناها اي نجم نبلاسي معناها اون في دو بون بلاسمون مي يلزم برشا وقت و يلزم ان فيت تلقى دو بون بارتنير معناها باش تترينا معاهم يعرفوا يلعبوا برشا بيرسويت ولا سينون زاد يلزم فما موتيفاسيون فيك ما فماش البرا في لي كومبيتيسيون فيهم معناها كاش برايس في تونس ما فماش دونك
يلزم واحد ولي سبونسور ماهوش موجودين، دونك واحد كي باش يخرج لبرا يلزمو سوا سبونسور سوا باش يخرج بفلوس. ونعرفوا معناها اللي تونسي مالوغوزمون نجمش يبو با سو ديبلاسي في العالم هكاكا. ايفيكتيفون حبيت نسالك بيسكو معناش دي سبونسور، كان تجم تعرفنا معناتها بستريت فايتر للي زانترنوت اللي باش يشوفونا، خاطر الفا بيتر بلاسي سور يوتيوب الفيديو هذايا. كان تجم تعرفنا معناتها بستريت فايتر لي جو اللي تلعب فيهم، شكون يعرف شكون يعرف بلاش تلقى سبونسور في الفيديو هذايا؟ بون هي لا سورس معناها باش تعرفوا ستريت فايتر شنو يلزمكم، معناها يوتيوب تابي معناها حط ستريت فايتر في خاطر 5 معناها، والا ديريكتومون كابكوم فايترز تلقاو معناها تحبوا تشوفوا النيفو الصحيح تلقى كل شيء غادي كمان. من بعد بارابور سبونسور يلزم يفوك لي سبونسور معناها يسانتيريس لبرا، قاعدين نشوفوا في ريد بول، قاعدين نشوفوا في ازوس، معناها بوكو دو تيم كبار قاعدين يسون ديجا اون تران دو سانفيلتري. بوتيتر المانك نتاع لي جوور زاد في تونس هذاك علاش هو يخلي معناتها العباد ما سانتيريس با للي جو الفيديو ايتترا. صحيح، وان بلوس لي موبا معناها يسون معناها اكثر جوي في تونس كو اي حاجه اي جو واحد اخر معناها اي جونغ دو جو. داكور سينو ميرسي على الانترفيو هذايا، ان شاء الله تكون معرفه طيبه. السلام. معك محمد امين حجام لاند ممبر من لو تي ال. كنت باش تعرفنا بروحك؟ خليل عرفاوي 27 عام. فوالا دونك بون تلعب مي لي جو اللي تلعب فيهم شنو هما لي تورنوا اللي شاركت فيهم ولي كلاسمون اللي تحت فيهم معناتها؟ بون بالنسبه لي جو نلعبهم اون جينيرال سي دي جو دو كومبا معناتها. Street Fighter ou Tekken ou... Genre Street Fighter, Tekken. Bon, Tekken, je l'ai pas joué, pour être franc. À la base, surtout Street Fighter, je suis Guilty Gear. Ou King of Fighters, de temps en temps. Mais il y a principalement Street Fighter pour le moment. D'accord. Là, les gens qui ont fait le tournoi de Banzai, dans les jeux vidéo, dans le jeu de combat. حبينا نقولوا شنو رايك في ليفينمون اليوم وشنو كيف مقارنه بالليفينمون الاخرين نتاع البنزاي اللي هو التورنوا نتاع الاخرين، شنو رايك شنو خير شنو احسن، اسكو تخيب اسكو حسين تحسن معناتها كيفاش؟ فهمت ولا شنو نقول لك بالنسبه معناتها نبدا بالليفينمون تاع اليوم كيفاش رايك فيه؟ باهي بالنسبه لليفينمون تاع اليوم ولا ماهوش خايب يعني moi je travaille bien côté organisation très bien organisé surtout qui te chauffe les organisateurs maintenant ils ont les moyens de bord maintenant je sais qu'il y a support voilà un vrai sponsor maintenant les supports qui font management et organiser tous les événements et en vu les ressources les random c'est très très bien géré. وكما قلت لك مقارنه بالتورنوا تاع بنزاي شنو خير التورنوا هذا ولا التورنوا اللي فات؟ التورنوا تاع بنزاي ما حضرتش في التورنوا تاع بنزاي. التورنوا تاع بنزاي التورنوا تاع بنزاي ديما بشقه اكبر معناتها خاطر في بارتي من بنزاي كو بار كونتر نيفو اورغانيزاسيون تحس اللي الستاف ولات عنده اكثر اكسبيريونس معناتها توا بارابور
يعني بارابول كل اديسيون كي تعاد تجمع تحس الاورغانيزاسيون خير خاطر فورسيمون معناتها ستاف يجرب يشوف شنو حاجه تمشي شنو حاجه ما تمشيش بون امون افي ديما الحاجه اللي تقع ناقصه بور لو مون بالنسبه لي تورنوا هذوما هي الميدياتيزاسيون خاطر يعني كي تشوف تورنوا سي فايتر سورتو كو بار اكزومبل اليوم فما ان بري كونتريرمون لي تورنوا اللي تعدي قبل لو نومبر معناتها باقي شويه معناتها امون افي نحسهم باقي شويه كي تشوف 16 ولا 20 ولا حتى 30 جوار باقي يقعد شويه يعني نتصور انه اكثر حاجه اللي تخدم عليها جيت توا في الاورغانيزاسيون تاع لي تورنوا هذوما هي الميدياتيزاسيون باش تكبر لو بلوس كو بوسيبل نومبر تاع لي جوار بون هذاك جوست نسالك اسكو بيتيتر الحكايه معناتها كان تجم تحكي لنا على ستريت فايت اللي جوت كومبا باش منهم لعبي تعرف شنو اللي جو بلاكش يحلوها خاطر الانترنت زاد ماهوش برشا باش يتفرجوا فيك برشا مع 1000 ولا 2000 بيرسون باش يتفرجوا كان تحكي لهم على ستريت فايتر تحكي لهم على جو اللي كومبا اللي تلعب فيهم باش ما يتعرفوا ويشوفوا بلاش تعجبهم الحكايه والله نصور ميم سي ما فماش برشا عبيد يعني يلعبوا لي جوت كومبا نصور برشا كمان سامو بستريت فايتر مش حاجه جديده يعني ديجا جو من وقت لسنيس عندها قريب 25 سنه تو اللي طلعت قداش لونيفير معروف اي واحد تسأله تقول له شنو معناها هذوك من باز يجاوبك معناتها يقول لك نارش معناها بقى نصور العباد علاش ما عندهمش برشا مع لي جو كومبا سي سورتو خاطر يعني سي ان جو اللي يعني ما عندكش انتيغي باش تلعبوا باغ اكزومبل اون كوبي كراكي معناها l'intérêt نتاع الجو surtout qui تاخذ une licence officielle ou تلعب en ligne يعني وقت تحس vraiment l'expérience صحيحه نتاع un jeu de combat كيف ما لول ولو باش الملتي جوير معناتها هذيك اقوى خي exactement sauf que lol wow donc bon wow لا enfin فما سنت سيرفر privé وكل شيء اما يعني باش تلعب على سيرفر officiel ديما لازمك تخلص par contre lol c'est un free to play هذاك اش خلى معناتها 90% معناتها من الشعب التونسي يلعب لول كونتريمون ستريت فايتر كي تشوف جو معناتها 60 يورو ولا قداش مش اي واحد باش يجي معناتها يتفاهم اون بليس 60 يورو وشوف باش تكونفيرتيهم بدينا قداش يولي وزيد بالا شوف قداش تاكس ولا قداش كي باش تخلص معناها اللي باش يبيع لك شوف قداش باش يحسب لك يعني عادي معناتها واحد ما يلقاش شكون يبيع له عادي يجي واحد يقول له 140 الف 150 الف معناتها جوست على ليسونس ستريت فايتر يقول لك دونك انا باش نعمل بها فهمت باش نلعب على الجو من بعد دونك هذاك علاش قعدت معنا حاجه ريستراند على الاخر وكان فريمون معناتها لي بيرسون انتريسي بالاسبي هذا هما اللي يلعبوا ميم سي توا فما قاعدين يتوجدوا كيلكو سوليسيون بون فما كيما جي تو اي باش تشري على جي تو اي معناتها بسوم اقل من السوم الصحيح سينو نتصور من لي زينيشاتيف اللي نجموا يتعملوا باغ اكزومبل معناتها الاكزومبل دو جيت ولا اي اسوسياسيون ولا اورغانيزاسيون اخرى معناتها تحب تقدم الفايتنج جيمز هي مثلا انها تعمل دي كيفوي ولا تعمل دي حاجات هكايا باش تسهل لاكسي نتاع لي جوغ للجونغ هذايا لي جو كومبا هذو اخر سؤال حابب نسالك شنو هي رايك في معناتها النيفو تاع تونس بارابور للعالم بقيه العالم سي ان بو بون هو النيفو نتاع تونس مازال بعيد برشا معناها للنيفو البر نحكي في ستريت فايتر مش في لي جو الاخرين فاهمك تحكي على ستريت فايتر اونفا كي تحكي على ستريت فايتر تنجم تحكي على لي جو دو كومبا كلها خاطر كي تلقى واحد باهي في ان جو دو كومبا اون جينيرال تلقاه باهي في لي جو دو كومبا الاخرين معناتها او موان تلقى عنده لي باس اما قاس النيفو نتاع تونس ديجا لو نومبر مازال شويه دونك حتى العباد اللي تحب تتعلم ما تلقاش برشا عباد باش تلعب معاهم دونك باش تنجم تطلع في النيفو وتخلط معناتها على نيفو انترناسيونال ديجا كي تحكي ديجا نيفو انترناسيونال نيفو نتاع تونس ميم با قريب للنيفو المغربي معناتها مش باش نحكي على نيفو في الاوروب ولا في امريكا ولا خلي عاد في اليابان ديجا هو معناتها كي الحاجه معروفه توا في الكوميونيتي البرا انه نيفو في امريكا معناتها شوف فيها قداش من 1000 واحد يلعب النيفو نتاعهم مازال يعني بعيد مع النيفو بارابور لي جوار جابوني ديما اي تورنوا انترناسيونال ثم يعني 80% شانس انه باش يهز وباش يهزوا جابوني او موان ازياتيك معناتها من كوريا ولا كوري ولا فوالا هذوما دونك باش نحكي لك معناتها هذوما قداش بيناتهم فرق في النيفو بعدهم يجي نيفو في الاوروب اللي ماهوش بعيد برشا على النيفو في امريكا ما باقي اقل
هذوما احنا معناتها نيفو مغربان مازلنا ما قربناش للنيفو نتاع اللي في اوروب بتبيع عليه بعد علينا خاطر عندهم دي سبيس يلعبوا فيهم وعندهم بتبيع الكونيكسيون تسمح لهم انهم يلعبوا اليز وكل شيء. خلي احنا في المغرب العربي معناتها المغرب كو تونس ديجا يعني مازلت بعيده كسوا على الجزائر ولا على المغرب. خلي يعني باش تحكي برا مش هكا اللي نحب معناتها نطيح مي في الكيب ولا حاجه ما سيت اون فيريتي معناتها لازم واحد معناتها تونسي كي يخمم كي باش يلعب ولا يقول باش نخرج برا ولا كذا يبدا يكون واعي معناتها الفرق بينه وبين اللي جوار برا راهي فرق نتاع كيلكو زاني ديكسبيريونس معناتها مش شويه. ولا سي بون فهمناك وان شاء الله يكون معلومتك وصلت من الكوتي نتاع توينسا من الكوتي من السبونسورينغ من الكوتي شركات الاتصال نتاع تونس وان شاء الله تتحسن تونس في لي جو فيديو ان شاء الله ان شاء الله. ذاك شنو نقولوا سينو ميرسي وخطعتيني هديتنا شويه من وقتك وان شاء الله تربح في التورنوا.